احنا قلنا ان ليه مخاطر السكر الحمل ليه مخاطر مهمه قوي على الست نفسها، ان هو بيؤدي انها تبقى زياده السكر، وممكن السكر ده يستمر بعد الحمل، وعلى الطفل نفسه ان الطفل يبقى في مشاكل اثناء الولاده ومشاكل قبل الولاده او اثناء الحمل، ان هو يؤدي حتى الى وفاه الجنين. امتى هعمل له او احاول اعمل سكريننج او احاول اعمل اكتشاف مبكر لسكر الحمل؟ هو كل اللي بيجي العالم دلوقتي بيتكلم عن الاكتشاف المبكر لسكر الحمل. الاكتشاف المبكر لسكر الحمل ده مهم قوي. هعمله امتى؟ هعمله على حسب العوامل الوراثيه اللي موجوده في الست. لو عندها عوامل زياده انها تصاب بنسبه السكر اعمله اول مره تجيلي في اول زياره. لو هي عندها العوامل دي قليله يبقى هعمله عنده، حددوا اسبوع واتفقوا عليه اللي هو من 24 ل 28 اسبوع لازم كل الستات تعمل تحليل سكر في الحمل علشان اشوف عندها عن طريق 75 جرام، ده 75 جرام جلوكوز بديهولها، وبعدها بقيس السكر في الحمل عند اول ساعه وعند اول وبعد كده بعدها بساعتين. ده بتأدي ان انا بحاول اكتشف السكر الحمل مبكر عشان أأمن مخاطره.